طب الفرق اللي من الصنف اللي حضرتك بتتكلم عليه ده الصح يتلعب معاها ازاي؟ يعني لو كنت حضرتك مطرح او مكان موسيماني في مباراه كايزر تشيفز، هل هتبتدي بهجوم مكثف من اللحظه الاولى ولا هتتريث ويبقى فيه؟ هو الميزه بقى اللي عندنا ان موسيماني اصلا من ابناء هذه البلد ويعلم دخائل ومخارج وقدرات كل الفرقه دي ويعرفها من زمان بتلعب ازاي. فدي ميزه من اللي هي من مميزات النادي الاهلي تضاف الى قوه لاعبته وادائه وثباته وقوه الدفع الاداري لهم طبعا، والمعنويات الجماهيريه اللي بياخدوها هي دي هتكون الفيصل في المباراه. هو هيعرف كيفيه التعامل مع هذه المباراه، لان عايزه التركيز ثم التركيز ثم التركيز. نمره واحد، يعني هيبقى لازم ال 11 لاعب في الملعب وباقي اللاعبين السبعه اللي موجودين بره او البدلاء التانيين، كل ده لازم قمه التركيز في اثناء المباراه، تركيز في كل لحظه وفي كل وقت. ثم هو هيعمل ازاي في بناء هجمته؟ ما هي دي بقى النقطة. كنت عايزة أسأل حضرتك، احنا هنلعب رأسي حربة بتوعنا محمد شريف وصلاح محسن، ولا هنلعب بواحد بس وبعد تحتيه اتنين أجنحة مع بلاي ميكر؟ دي كلها يعني هنعمل ايه؟ مع احترامي يعني معظم من وجهة نظر حضرتك يعني معظم الاستديوهات بتحلل بتقول نفس الكلام ده، وانا كمدرب بقى في ما دي رؤية. لا معلش، ما هي دي برضه بتخلينا نحاول نتخيل اللعب هيبقى شكله ايه. انا اتخيل الحاجه اللي هي ممكن لو انا عندي القرار في دي، يعني ما احاولش ان انا اخش في مجال او اتناقش في نقطه معينه، هذه النقطه لست صاحب قرار. ما هو القرار في الاول في الاخر اكيد للمدير الفني، ولكن انا بقول لحضرتك احنا بنتكلم من واقع اجتهادات. تمام، هتبقى اكيد طبعا هتبقى اجتهادات، والاجتهادات ورده ان انا العب براسين حربة ورده ان انا العب براس حربة، ورده ان انا العب بثلاثة في النص، ورده ان انا العب بواحد بس قدامه واربعة في ظهره، كل ده وارد، كل ده في دماغ المدرب. لكن اللي انا اقدر اقول عليه اللي هو كمدرب مع اي طريقة لعب لابد قمة التركيز في التمرير، قمة التركيز في الاستقبال، ايا كانت طريقة اللعبة بقى. يبقى يعني هيك تتكلم ان التركيز اهم شيء دلوقتي. التركيز أوكي. في التمرير، التركيز في الاستقبال، يعني بمرر وبستقبل، تركيز، قمه التركيز في المراوغه، قمه التركيز في الانتقال من الدفاع للهجوم، قمه التركيز انتقال من الهجوم للدفاع. يغلف كل ده بقى التوفيق. طبعا اني توفيق لعيبه، اول حاجه ببدا بتوفيق الحكم، التوفيق من الحكم ان الحكم يديني حقي، فده توفيق. التوفيق ما يحصلش في كل يوم، فاذا الحكم لابد ان يكون موفق حتى ان انا اخد حقي بالمباراه ما اتظلمش. طيب، ويدي للفرقه الثانيه حقها. توفيق للاعبتي في ان انا العب. تقول لي يعني ايه التوفيق؟ يعني الكره اللي ضربت في القايم وشطت فيه وتلعب بره. طب ما كانت تضرب في القايم وتخش، ما هو ده التوفيق. او تخش من غير ما تضرب اساسا، يعني ما هي الضربه نفسها طبعا. تضرب وتخش او تضرب وتخرج. احنا شفنا في ماتش فريق لما قفشه شاط ضربت في الايام ودخلت. طب ما هو ده توفيق. التوفيق ان الكره تتلعب، يبقى في توفيق ان انا اوصل للجول ما ضيعش كتير. يبقى التوفيق للاعب. يبقى ليه؟ او انا عاوز تركيز، بس التوفيق ده مش بايدينا. والتوفيق بقى لا مش التوفيق من الله سبحانه وتعالى. يعني اقصد احنا مش هنعرف نكونترولت، يعني زي ما حضرتك قلت في لعبه بتتلعب حلوه جدا وبعدين ما فيش توفيق. ايوه لا، التوفيق برضو هتقولي لي ازاي بيميل للي هو مكافح وبيدي في الملعب. ربنا بيدي للناس دعواتهم، دعوات كل مثل. لا ده احنا في 100 مليون بيدعوا. وبعدين ده موضوع كبير. لا يعني نقول لك ايه، شيوخ الرقع واطفال الرضع وكل دول بيدعوا. يعني بقول حتى الطفل اللي بيرضع برضه بيدعوا. فاذا كل الناس دي بتدعي. اذا التوفيق ده في كره القدم في 10% من نتائج المباريات في العالم التوفيق. يبقى انت موفق ان انت ايه، يجي لي حكم كويس، موافق ان انا ببصي لك الكره توصل صح، موفر ان انا لما اشوط في الجول صح،
بالاضافه طبعا التوفيق ما يجيش لاي حد، بيجي بقى للناس اصحاب المهارات العاليه. لازم استخدم مهاراتي اللي انا اكتسبها في ان انا اديها في الملعب بالطريقه اللي هي تحقق لي الهدف.